المطالب اللي خرجت بها ساكنة الحسيمة أو الريف عامة من بعد ما تم طحن الشهيد محسن فكري رحمه الله، خرجوا على أساس الناس كاملين، الناس ديال الريف سواء رجالا ونساء، كيعانيوا من التهميش، من الإقصاء، يعني من الحقرة خاصة. ويعني كنطالبوا بجامعات، سبيطارات، بغينا العاج الكريم، بغينا ترفع علينا هذه الحقرة، حيت حنا فعلا محقورين. والمطلب ديالنا الأساسي يعني من بين المطالب اللي كنطالبوا بها هي رفع العسكرة. بغينا نحسوا بالاستقرار، يعني ما احنا عايشين معسكرين، تقول راحنا في شي مدينه محتله، ماشي في شي مدينه مغربيه ولا شي مدينه يعني داخل المغرب. كنلقاو بانه المدينه معسكره من جميع الجهات، وكاع اغلبيه يعني المشاكل اللي كيوقعوا لنا هنايا، سواء الناس اللي كيموتوا ولا اللي كيكون سببهم فعلا، كنقولها وكنتحمل المسؤوليه في هذه الهضره، كيكون سببهم المخزن. لهذا الساكنه كاملين خرجوا كيطالبوا برفع العسكرة عن المنطقة، وكيقولوا لا للحقرة، الحقرة راه كتجينا منهم، يعني ما كيحترموناش كمواطنين. كنشوفوا بأنه فعلا كيقولوا الأمن في خدمة الشعب ولا الأمن الوطني، ما كنلقاو لا أمن لا حتى حاجة. كيرعبونا، كيخوفونا، كيستعملوا جميع يعني الوسائل الترهيب باش يحسونا، وما زعما عندهم شي سلطة. ما كيكون لا حتى شي حاجه، كنحسوا بهم بحال يعني ما عرفتش باش كي غادي نقول لك، انا ضرب عفويه، كنحسوا بهم بحال شي قطاع الطرق. كما كيجيو كيحاصرونا، كنقول لهم اخوتي شنو درنا لكم، علاش كتحاصرونا؟ حنا راه ولاد الشعب بحالكم، حنا كنطالبوا غير بمطالب ديالنا. ما كيحترموش، كيضربوا، ما كيحترموا لا نساء لا رجال. يعني ولفنا هذا الشيء فعلا، ولكن ولا عندنا بحال شي صافي، يعني بغينا فعلا تفكم هذا الشيء. هادشي بزاف كنشوفوا انه خوتنا كيوصلوا لحالات خطيره بسبب هاد المداخلات اللي كيديروا بالقمع ديالهم ولا بالحقره كما قلت لك. يعني خصنا شي حل لهادشي، اما يرفعوا علينا هاد الحقره ولا الساكنه ما عمرها غادي تتراجع، يعني غادي تبقى هكا كتحتاج. كنشوفوا يعني تقمعنا بزاف وتقتلنا بزاف وتطحننا بزاف وتحرقنا بزاف، ولكن الساكنه ما تراجعاتش وما دخلتش لديورها، مازال كتحتاج. انا كنشوف بانه فعلا الساكنه ديال الريف امنت، يعني امنت بالحريه والانسانيه والعيش الكريم. واخا يخوفونا ولا حنايا ديجا امننا بالحريه، يعني ما غاديش نخافوا. واخا يقتلوا لنا صافي، يقتلونا كاملين، غيبقى واحد فينا غيخرج غيطالب بالحقوق ديالو. ناصر الزفزافي بحال حنا هنا في الحسيمة، من بداية الحراك الشعبي ولينا عائلة كاملين. ناصر الزفزافي عندنا فيه كامل الثقة، بحال شي واحد بينا بحال عائلة، يعني مستحيل يكون ديال شهادة التمويلات زعما شنو غادي يدير كاع، يعني خصنا نكونوا واقعيين، علاش غادي يمولوه؟ بالعكس حنايا كنمولوا بعضياتنا، بعد كنعاونوا بعضياتنا، كنساهموا باش نجيبوا الميغافون، حنا اصدقاء بيناتنا، كنديروا تضحيات، كنضحيوا غير باش نديروا اما المنصة ولا نكريوا لي باف ولا نديروا. علاش غادي يتلقى التمويلات؟ هاد التهم لا اساس لها من الصحة، ولا التهم اللي كيقولوا علينا انفصاليين. صافي حنا عقنا بهم، عياو ما يقولوا حنا انفصاليين، حنا ما نعرف شنو، باش يوقفوا هاد الشيء. انا كنقول دابا هاد الهضره، يعني الا هما عندهم مشاكل ولا عندهم كريديات ولا غارقين ولا ما نعرف، يعني خليونا في حالنا ويعترفوا بان فعلا مطالبنا مطالب عادله ومشروعه. بركه ما يقهرونا بكل يعني بكل التهم وبكل ما شنو كيديروا، حتى التالي لقينا انه داروا له خطه فعلا، سيسوا الدين، سيسوا ما خلاو ما داروا. هذا الشيء يعني تقهرنا منه. حنا الناس بعدا، واخا القنوات ديالنا لهنا ديال المغرب كيروجوا الاكاذيب وكيديروا شي حوايج اللي ماشي بصح، كيبينوا بانه الشعب الريفي شعب فتان ولا شي حاجه. كنشكر كاع يعني الناس اللي قدروا يوصلوا الرساله ديالنا للعالم، وهما يعني
ما نقدرش نوجه لهم الشكر، حيت فعلا فعلا خاب ظن الريفيين في كل هذه القنوات المغربيه اللي كتجي كتحاول انها تروج الاكاذيب. وكنقول هذه الهضره وكنتحمل فيها المسؤوليه، الريف ماشي انفصالي، هذه ارضنا، كيف يعقل حنا ننفصلوا على ارضنا؟ راه كنشوفوهم هما اللي كينفصلوا علينا، كل مره كيقولوا علينا انتم فتانين، انتم عنصريين، انتم كيهضروا لينا يعني بحال شي وحدين ماشي منهم. هما اللي كينفصلوا علينا، حنا ماكش انفصاليين، حنا مغاربه وعندنا مطالب من حق اي واحد يطلبها. يعني حنا مقهورين هنا، ما متوفرينش على ابسط حقوق ديالنا. مازال لحد الان المراه كتعاني، كنلقاو المراه كتولد برا، ما عندهاش لا مستوصف، يعني ما عندهاش فين تولد، ولا بزاف ديال المشاكل. بزاف، شحال غادي نذكر لك دابا، بزاف بزاف بزاف. المهم هادشي راه وصل العظم.